السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. طبعا مكملين في محاضرة الضغط، بعد في عندنا معلومتين أو ثلاث لازم نضيفهم لحتى نوصل للشيء اللي إحنا كل هذا الشرح، طبعا لحتى نوصل لشيء معين تكونوا عارفين إحنا من وين يعني عم نتكلم هذا الكلام أو من جيب هاي المعلومات اللي احنا ان شاء الله راح نشرح في هذا الفيديو. ان شاء الله راح نشرح علاقة الضغط بدرجة الحرارة والحجم. اذا علاقة الضغط بدرجة الحرارة والحجم واللي هو اسمه، طبعا احنا اليوم نتكلم، خلصنا عن شرحنا عن المي وخلصنا، حاليا كل شغلنا راح يكون عن الغازات، سواء غاز الفريون اللي احنا بنتعامل فيه بالتبريد او سواء الهواء اللي احنا شرحنا عنه وراح نعمل له معالجات وراح نستخدمه في عملية تبريد الهواء. اذا المحاضرة هاي راح نتعرف على شيء اسمه قانون الغازات. طبعا لما نقول الغازات فهو يخص الهواء، لان الهواء مكون من غازات. في عندي علاقة ما بين الضغط والحجم، وأيضا الضغط طبعا عرفناه احنا، وعندي الحجم وعندي درجة الحرارة البرشر والفوليوم والتمبرجر. تمام، راح ناخذ احنا كمثال. طبعا الحجم تاخذ حجم غاز معين، بنمثل دائما الحجم بمكعب او صندوق لانه ثلاثي الابعاد. طبعا هذا عندي انا هذا الشكل، عبارة عن صندوق. لو فرضنا مفتوح حتى نقدر نشرح عليه، وقلنا انه احنا عندنا ضمن هذا الصندوق، حاليا احنا نشتغل على صندوق، هذا يعني هون نفس الصندوق. كانت عندي انا ضمن هذا الصندوق هواء، تمام. طبعا حاليا احنا ما عم نتكلم عن الضغط الجوي. الضغط الجوي عرفناه انه بيضغط على كل شيء بقيمة معينة، حاليا احنا بنتكلم عن الضغط سواء كان ضغط زائد او ضغط ناقص او ضغط اثناء السكون او ضغط اثناء الحركة. احنا بنتكلم عن المادة انها بتضغط على الوعاء اللي موجود فيه، على البايبات اللي بتمشي فيها، على مجاري الهواء اللي بتكون موجودة فيها. احنا ما بنتكلم قاعدين عن شو، عن الضغط الجوي. فعمليا انا في عندي علاقة تربط ما بين هذول الثلاث. انا عندي هذا هون الحجم ثابت، لو فرضنا انا عندي هون بالبداية عندي 1 متر مكعب واللي هو الحجم. في حال ثبت الحجم عند ثبوت حجم الغاز، شو بقول لك؟ عند ثبوت حجم الغاز يعني انا عندي الحجم ثابت كونستانت، شو اللي راح يتغير؟ اللي راح يتغير الضغط ودرجة الحرارة. شو اللي بيصير في حال تغير واحد من الثنتين؟ عند ثبوت حجم الغاز فإن ضغط الغاز يتناسب طرديا مع درجة الحرارة. شو يعني طرديا؟ يعني إذا زادت عند ثبوت حجم الغاز، أنا هون حجم الغاز اللي أنا حاط فيه وهذا البوكس اللي معبيه هواء أو غاز 1 متر مكعب معبيه كاملا هواء، تمام؟ ما غيرت أنا المحطوطات البوكس، ما بيتغير شكله، ما بيتغير حجمه، لا بينقص ولا بيزيد. في حال انا ثبتت هذا الحجم فان الضغط يتناسب طرديا مع الحراره. يعني اذا انا سخنت هذا الهواء معناته انا رفعت درجه حراره هذا الهواء،
هذا يؤدي انه ضغط هذا الهواء سوف يرتفع. ليش؟ لانه انا عندي هاي الجزيئات تبع الهواء تتحرك ضمن المادة حسب الطاقة الحرارية اللي رح نشرحها اللي بتكون محتوية فيها حسب النشاط تبعها. في حال انا رفعت درجة الحرارة، شو قلنا في حال رفعنا درجة الحرارة؟ يرتفع المحتوى الحراري اللي هو شو؟ الحرارة، واللي هو شو؟ الانتالبي. رح نشرحه بشكل موسع. الانتالبي معناته انا بزيد نشاط هذه الجزيئات، بزيد حركتها، بتصير اوفر يعني. فعمليا بدل ما كانت تضرب بهذا الشكل صارت تضرب بهذا الشكل بشكل اكبر، صارت تضرب الوعاء بشكل اكبر، صارت حركتها عشوائية اكثر، زادت الطاقة الحركية لها. فعمليا في حال زادت درجة الحرارة تزيد حركة هذه الجزيئات، وبالتالي يزيد ضغطها على هذا الوعاء في حال ثبوت حجم هذا الوعاء. إذا في حال ثبوت الحجم يتناسب الضغط مع درجة الحرارة. في حال ارتفعت الحرارة بيزيد الضغط، وفي حال انخفضت الحرارة بيقل الضغط. يعني أنا إذا كان عندي هذا هواء ونزلت حرارته، نزلت حرارته مثلا أو ماء، خلينا نقول نزلت حرارته، الماء بيضغط بقيمة معينة، نزلت حرارة الماء رح يصير شو؟ ثلج. طبعا الثلج صار صلب، عمليا الجزيئات خفت حركتها، خفت الطاقة الحرارية، الطاقة الحرارية تبع المحتوى الحراري خفت حركتها، ما عاد تحركت، صارت يعني مائلة إلى الركود. تمام؟ وكل أنا ما سخنت يتحول إلى سائل، تحرك الجزيئات بشكل أكبر وتصير تضغط. في حال أنا سخنت تتحرك هذا السائل يتبخر وبزيد شو؟ وبزيد ضغطه أكثر. طيب الحالة الثانية إحنا قلنا أول شيء إنه إحنا ثبتنا الحجم. طيب في حال إحنا ثبتنا الضغط، معناته العلاقة صارت ما بين الحجم ودرجة الحرارة. في حال ثبوت الضغط للغاز فإن حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة حرارته. معناته أنا إذا حاليا الحجم اللي موجود عندي ممكن يتغير. أنا هون طبعا الحجم لما ثبته جبت صندوق حديدي مصمت قوي بحيث أنه أنا الضغط ما يغير لي الحجم، برفع درجة الحرارة بزيد الضغط بزيد الضغط، ولكن الحجم لا يتمدد لا يكبر. في حالة أنا كان عندي هون الضغط، حاليا الضغط المؤثر ثابت ورفعت درجة الحرارة، فبقول لك القانون الثاني في أنه في حال ثبوت الضغط فإن حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة حرارة. شو يعني؟ يعني أنا إذا كان عندي هذا الصندوق، لو فرضنا هذا الصندوق كان عندي موجود، الضغط قلنا ثابت ما غيرنا الضغط، ورفعنا درجة حرارة الهواء الموجود داخل هذا الصندوق، الحجم قابل للتغير، الحجم مش ثابت. أنا عندي اللي ثبته الضغط، في حال رفعت أنا درجة حرارة هذا الهواء الموجود داخل الصندوق شو قلنا اللي بيصير؟ جزيئاته بدها تكتسب طاقة حرارية، بس تكتسب طاقة حرارية بتكتسب طاقة حركية، بس تكتسب طاقة حركية هي بدها تصير تضغط، ولكن الضغط عندي ثابت. شو اللي بده يصير؟ اللي بده يصير انه هذا الحجم او هذا المكعب راح يكبر. شو راح يساوي؟ راح يكبر لانه الضغط ثابت. انا الضغط عندي هون 5 بار، ما بدي اغير الضغط. في حال انا عم بسخن وعم بزيد حركة الجزيئات، بسخن وحركة الجزيئات بتزيد وما في مجال انا اخليها تزيد الضغط على على على, على الاطراف. شو اللي بده يصير؟ اللي بده يصير انه بحركة الجزيئات العالية راح يكبر هذا الحجم، هذا المكعب راح يصير اكبر، وهي جزيئات الهواء راح تعبيه، راح نفس جزيئات الهواء اللي كانت هون ما تغيرت، كانت هون صارت هون، ولكن شو؟ كبرت الحجم. تمام؟ مثل لما احنا نسخن البالون، بالون الهواء، لما نسخن بالون الهواء بيكبر شو؟ بيكبر حجمه. جزيئات الهواء بس تسخن بتصير تدفع المطاط تبع البالون، وبما انه قابل للتمدد البالون يعني الحجم عندي مش ثابت، فعمليا البالون شو؟ بيكبر. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة في حال ثبوت
درجة الحرارة. في حال أنا قلت أنه درجة الحرارة ما غيرتها، ما بدي أعطي طاقة للجزيئات نهائياً، شو اللي بيصير؟ عند ثبوت درجة الحرارة فإن الضغط الواقع على الغاز يتناسب عكسياً مع حجمه. هناك كان يتناسب انطردياً، يعني إذا زاد هذا بيزيد الثاني، إذا نقص هذا بينقص الثاني. هون عندي يتناسب، في حال ثبوت درجة الحرارة يتناسب الحجم عكسياً مع الضغط. شو يعني؟ يعني إذا زاد الضغط يقل الحجم، صحيح؟ يعني إذا عندي أنا هون عبيت هذا هون هواء، هذا الصندوق عبيته هواء، أنا هون معبى كامل هواء، جبت مكبس على كامل هاي المساحة مكبس وضغطت، هذا هون عندي الضغط لو فرضنا كان مفتوح، وهون كان الضغط اللي لما يكون مفتوح شو كان الضغط؟ الضغط الجوي. لا أنا ما بدي الضغط الجوي، أنا جبت مكبس وضغطت بإيدي ضغط أكبر من الضغط الجوي. في هاي الحالة شو اللي راح يصير؟ الجزيئات هاي اللي كانت موزعة وماخذة راحتها راح تنضغط باتجاه الأسفل، راح تنضغط. احنا قلنا الغاز قابل للانضغاط، الغاز الهواء قابل للانضغاط، يعني بقدر انا اضغط هذول العدد الجزيئات الموجودات بهاي الواحد متر مكعب مثلا مليون جزيء، انا بقدر اضغطهن يظل المليون جزيء، ولكن بحيث المسافات ما بينهن تقرب، بصير المسافات تقترب من بعضها، بدل ما كانت هون انا لما اضغط انا بجيب هاي الذره بجيبها عند هاي الذره بخليها لها اقرب، كل ما ضغطت كل ما صارت هاي الذره لها اقرب، وكل ما ضغطت كل ما اقتربت منها بعدين تلتصق معها، بعدين تتحول الماء لشو؟ تتحول الماء ل ماده صلبه او بيتجمد، تمام؟ فعمليا انا لما اضغط ازيد الضغط عمليا الحجم عندي شو؟ يقل. والعكس صحيح، في حال زياده الحجم يقل الضغط مع ثبوت درجه الحراره. هاي بالنسبه لزياده الضغط و علاقته مع درجة الحرارة و الحجم ودرجة الحرارة. إذا هذا بالنسبة لقانون الغازات، إن شاء الله نكون أعطينا معلومة مفيدة، نشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، يعطيكم ألف عافية.